عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعضنا برغل مفور، باش نحضر المرة هذه برغل بالدجاج طريقة سهلة كالعادة ويجيكم بنا على الاخر. خليكم معايا في الفيديو الاخر وشوفوا بعضنا طريقة تحضير المقادير. وبالنسبة لأول مرة زول القناة، ميسيش اشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش تصلكم جديد الكل، وحاجة نهبطها تصلكم نوتيفيكاسيون. يلا تو مطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة تحضير المقادير. بالنسبة لي طريقة التحضير، أول حاجة أنا حطيت زيت باش نقلي الفلفل. بالنسبة للفلفل شقيته وملحته، بعد ما قليت الفلفل باش نخرجه ونسقطه هكا من الزيت، نخليه في بلا على جنب باش بعد نزين به البرغل متاعنا. في نفس الزيت باش نحط البصل، قصيت هنا البصل هكا طروف صغار، تنجم هنا تستعملوا البصل هكا كيفي بصل الأحمر ولا بصل الأبيض، معنتها أي بصل متوفر عندكم. هنا استعملت كعبة بصل، نقلي هنا هكا في نفس الزيت باش نضيف هنا طروف الدجاج. استعملت هنا هكا الكويسات، تنجموا ما تستعملوا اي بارتي من الدجاج، ولا تنجموا تعملوه بالعلوش ولا بالبقري، المتوفر عندكم واللي تحبوه. بالنسبه للتفويح باش نضيف هنا شويه ملح، شويه فلفل اكحل. نقلي هكا الدجاج بتاعنا والبصل بالباهي. باش نضيف هنا طماطم، بالنسبة هنا الطماطم استعملت هنا 3 ملاعق طماطم كونسونتري. بالنسبة للبرغر معناتها لازم يكون بزيت صوص، خاطر تشوفوا من بعد باش يشرب الباهي الصوص. وضفت معاهم هنا شوية هريسة عربي، نقلي هكا المكونات كل من بعضها، البصل والدجاج والهريسة عربي والطماطم. وبالنسبة للفحات باش نضيف هنا شوية فلفل أحمر، شوية تابل، باش نضيف شوية كركم، ونقلي المكونات كل من بعضها. باش نضيف عليهم هنا شويه ماء، بالنسبة للماء ضيفوا ديما ماء سخون، ما استعملوش ماء بارد. نحرك هكا المكونات كل مع بعضها باش نقليهم شويه، مانيش باش نقليهم برشا، بس مده معناتها تقريبا 4 دقائق يكفي، باش من بعد الصوص تاعنا يجي بنين، البرغل تاعنا يجي بنين. هاي باش نضيف شويه ثوم ونكمل نقلي المكونات كل مع بعضها، جوست باش نقليهم هنا شويه. باش نضيف الحمص، هنا ضفت حمص بنفخ. نحرك هكا المكونات كل مع بعضها كالعاده، وباش نضيف عليهم الماء. بالنسبه للماء هنا لازم نضيفه ماء سخون، ما نضيفوش ماء بارد. هنا كيما تلاحظ ضفت هكا ماء سخون. وباش نضيف توا الخضره، بالنسبه للخضره مانيش باش نحط الخضره الكل، بطاطا مانيش باش نحطها توا، جوست باش نحط سفناريا. هنا اي خضره تحبوها تنجموا تستعملوها. باش خلي التوصص تاعنا يطيب في عقله. بالنسبه للبرغل هنا خديت برغل، استعملت هنا برغل هذا خشين الكعبة كاملة، لو استعملوا أي برغل تحبوه مقسوم مع الكعبة على 2، وإلا استعملوا هكا كعبة كاملة. نفختوا في الماء، ماء سخون لازم، نفختوا مدة نص ساعة، ومن بعد سقطرتوا من الماء. لازم سقطروه بالباهي من الماء باش نجموا نفوروه معناتها بالباهي، ما يعجنش ليكم. باش نضيف هنا ملح وفلفل أكحل، وضفت هنا شوية زيت. نحرك هكا البرغل متاعنا، وباش نكمل هنا نحركو هكا بيجي كيف النواصر ولا كيف شرب مفورة باش ما يلصقش معناتها بعد في بعضه. نحركو هكا بالبي باش نحطو يفور، باش نحطو هنا هكا في الكاسكيس ونحطو يفور. نحطو هذه تسمى التفويرة الأولى. باش نحطو هنا يفور، هذه تسمى التفويرة الأولى. باش نخليه هنا تقريبا مدة 4 ساعة، ومن بعد باش نضيفلو الصوص. الصوص هذاك اللي حضرناه مانلزمش يخلوه معنتها كونسونتري، يبدا خفيف شوية كيف ما نحضرو معنتها نفس الصوص متاع الدويدة ولا متاع الشربة فورة بنفس الطريقة. نضيفلو هنا هكا الصوص كيما تلاحظوا هكا، بعد ما خليته يفور التفويرة الأولى نضيفلو هكا الصوص، وباش نحركو بالباهي. هنا ما تخافوش منه، حطوا كميه كبيره من الصوص يتشرب بالبيه البرغل، تشوفوا كيفاش تلاحظوا انه يتشرب برشا صوص. نحركوا هكا كل لحظه معناتها مازال ناقص، نضيف له شويه هكا ديما هنا عندكم ميزانكم. نضيف له هنا هكا شويه صوص، وانا حد جا حطيت تحته بلا باش معناتها كيف ما صوص معناتها باش يهبط هكا بعد يبقى في البلا. نجم هنا تخلو هكا في نفس الكاسكيس هكا تضيفوا له الصوص، وإلا تحطوه معناتها في معون هكا في حاجة واسعة وضيفوا له الصوص في عقلكم، وبعد تعود ترجعوه للكاسكيس كيما تحبوا. وهنا بعد التفويرة الأولى تو باش نضيف البطاطا. بالنسبة للحم شطر تيب، ونعاود نرجع تو البرغل متاعنا يفور، هذه التفويرة الثانية.
انا بحبيت في كوبات شاي، هذيك الصوص معناتها اللي يبقى عاود ضفته هكا، نحرك البرغر بتاعنا باش نخليه يفور توا التفويره الثانيه. بعد ما فورته هنا التفويرة الثانية كالعادة هنا باش نضيف له الصوص، باش نبقى هكا معناتها كل مرة نتفقدو نضيف له الصوص ونشوفو تشرب الصوص، نعاود نضيف له حتى تجيب البرغل نتاعنا. انتم هنا ونوعية البرغل باش تستعملوها، معناتها كان كبيرة الكعبة اكيد باش معناتها مدة الطهي باش تكون اكثر، وكان الكعبة تبدا صغيرة باش تكون اقل. اوكي هنا ديما عندكم ميزانكم، عاود هنا رجعوا ويفور. وهنا برغل نتاعنا سيحضر، بقى لي تو كان باش نحطو في البلان تاع التقديم. كملت هنا فورت التفويره الثانيه، واخر تفويره ضفت له الصوص. بالحق نودكم ننشهيكم، جربوه بنفس الطريقه وتفكروني يجيكم بنا على الاخر. وشوفوا هنا ما شاء الله كيفاش كل كعبه وحدها. باش نضيف هنا اللحم تاعنا وباش نزين بالخضره وقرون الفلفل اللي قليناه من اللول، وباش نحط الحمص. نودكم ننشهيكم بالحق، جربوه بنفس الطريقه وتفكروني يجيكم بن على بن. اون بلوس مع حاجه صحيه وبنينه على الاخر. شوفوا هنا ما شاء الله، نودكم ننشهيكم. ان شاء الله ربي تكون الريسيت تاع اليوم عجبتكم وعجبتكم الطريقه. كان عجبتكم تنسوش تشجعوني بجيم على الفيديو، اشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش. بسلامه، في وصفه جديده ان شاء الله.